فريق بيراميدز تعادل مع فريق نوازيبو الموريتاني بنتيجة 2-2 في مباراة لجمعتهم على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وودع بيراميدز دوري أبطال إفريقيا في المشاركة الأولى له بتاريخه بعد وقوعه في المركز الرابع برصيد 5 نقاط. نادي الزمالك اختتم تدريباته على استاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأدت اللعيبة فقرات تدريبات بدنية في بداية التدريبات تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق. واستعد الزمالك لمباراة سوار واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل. منتخب مصر للشباب تعادل سلبيا مع الفريق الاول لكره القدم بنادي زد في المباراه اللي اتلعبت بينهم على ملعب مركز المنتخبات الوطنيه بمدينه 6 اكتوبر ضمن استعدادات الفراعنه الصغار للتصفيات المؤهله لامم افريقيا. فريق ليفربول حقق الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجه 1-0 على ملعب سيتي جراوند ضمن مباريات الجوله 27 من الدوري الانجليزي. وبيتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 63 نقطه ونوتنغهام فورست في المركز 17 برصيد 24 نقطه. فريق توتنهام حقق الفوز امام كريستال بالاس بنتيجه 3-1 في مباراه لجمعت الفريقين على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان فريق تشيلسي تعادل من برينتفورد بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي. فريق أستون فيلا فاز على فريق لوتون تاون بنتيجة 3-2 في مباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبيتواجد أستون فيلا في المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز 18. فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني محترف ضمن صفوف الدولي المصري عمر مرموش فاز على هايدنهايم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني. وبيحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة وهايدنهايم في المركز 11 برصيد 23 نقطة. فريق بروسيا دورتموند فاز على فريق يونيون برلين بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين في الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني. وبالنتيجة دي بيحتل دورتموند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة ويونيون برلين في المركز 14 برصيد 25 نقطة. فريق ريال مدريد اتعادل مع فريق فالنسيا بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني. وبالنتيجة دي بيتواجد ريال مدريد على قمة جدول تدريب أو ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل وراجعين لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.